والآن ينضم إلينا للتحليل عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا ومرحبا بك. أهلا، مساء الخير. أهلا بك. يعني سيادة السفير، نتحدث عن الجهود المصرية الساعية دائما والمكثفة لوقف إطلاق النار في غزة. بالتأكيد، لأن هي المسألة ما هيش مساعدة أشقاء أو جيران لنا. أمن فلسطين هو أمن قومي مصري. من 2000 سنة قبل الميلاد ذهب الجيش المصري يحرر هذه المنطقة من غزو الهكسوس. من مئات السنين ذهب صلاح الدين الأيوبي ليقابل الحملة الصليبية التي كانت تنوي احتلال المنطقة تحت شعار الأديان. ثم جد جديد أن الاستعمار الفرنسي لما جاءنا، نابليون ذهب لفلسطين وأوحى بالفكرة، قال إن هذه أنسب منطقة يجب أن يحتلها يهود أوروبا ليفصلوا بين المشرق العربي والمغرب العربي. ثم جد جديد الآن، إن يعني منذ عقد الأربعينيات نشأت إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة هي نفسها لا تحترمه، لأن القرار حدد لها أراضي تكون وراءها الدولة الصهيونية، وهي 49% من الأراضي الفلسطينية. ولم تنفذ إسرائيل هذا القرار، بل لم تنفذ أي حدود ولا تعترف بمشاركة الفلسطينيين في أرضهم بهذا الشكل. والآن نحن نقابل وضع من أغرب ما يمكن، أن يهودي من روسيا أو أمريكا أو أوروبا يدعي أن له الحق في هذه الأرض التي لم يراها لا هو ولا أباء ولا أجداده، وأن الفلسطيني الذي ولد عليها وكانوا من أتباع سيدنا موسى ابن مصر المولود في مصر لا حق له في هذه الأراضي. شيء يعني اختفت العدالة ولا ندري إلى أي مدى سوف تنسيل الأمور بهذا الوضع المقلوب. طيب، يعني بعد أشهر سيادة السفير، بعد أشهر من استمرار هذه الحرب وبعد استمرار الجرائم والمجازر من جانب الاحتلال، ما هو حجر العثرة الآن في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار أو حتى إلى هدنة؟ أن القوى العظمى تتقدمها الولايات المتحدة، الدولة ذات العلاقة الاستراتيجية بمصر، هي بين يعني إشكاليتين. إشكالية أن إسرائيل هي العميل الأول للحلف الأطلنطي ولأمريكا في المنطقة لتنفذ لها مشيئتها، لكن كنا أقنعنا الولايات المتحدة والغرب بمبادرة السلام أيام الرئيس السادات رحمة الله عليه أن نستطيع أن نتبادل المصالح دون حاجة أبدا لزرع دولة عميلة أو غريبة عن المنطقة في الشرق الأوسط. نعم، فبالتالي هتلاقي الأمريكان الحقيقة بيقولوا الشيء وعكسه، بيطلبوا يعني يقولوا معلش يضربوهم بس بشويش يعني. ثم نجد أن نفس أمريكا اللي بتطالب بإيقاف الحرب 14.5 مليار تقدم الدعم، الدولارات تقدم الدعم. ثم طبعا ما تنسيش الدعم اللي احنا ما ناخدش بالنا منه كمدنيين. إذن سيادة السفير، إذن هناك مستفيد من استمرار هذه الحرب، يعني إذا تحدثنا الحرب على غزة أو استمرار هذه المشاحنات في الشرق الأوسط بوجه عام؟ طبعا هناك مستفيد من كل الحروب، لأن هو طبعا انتهت الأمور نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وإن في معاهدة لمنع قيام حرب عن طريق الخطأ بين روسيا وأمريكا، إن طبعا استحالة تقوم حرب روسية أمريكية لأن ده يبقى فيه دمار شامل للجانبين. يبقى صناعة السلاح تبيع سلاحها لمين؟ واللي بيقول الكلام ده مش أنا، اللي بيقول الرئيس أيزنهاور في آخر خطبة له حذر من أن صناعة السلاح سوف تشجع قيام حروب حتى تظل تبيع سلاح. وخذ الرقمين الآتيين، إن أعلن إن مبيعات السلاح في فترة الحرب ده زادت في منطقتنا ب$50 مليار. ثم الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة أنه سيزيد من إنتاجه من السلاح ب $100 مليار أخرى. إذن إن ما كانش في حروب يا صناعة السلاح هتعيش منين؟ فلا بد أنه هناك مستفيد طول الوقت في هذه الأمور. طيب، يعني إذن هذه المعطيات التي نتحدث عنها أو هذه السيناريوهات، هل تقول أن تحقيق الهدنة أو وقف إطلاق النار أصبح أمرا صعبا إذ لم يكن مستحيلا؟ صعبا جدا بسبب ما ذكرناه، وأصعب لأن الأخ رئيس وزراء إسرائيل له مصلحة في استمرار الحرب،
اولا مصلحه شخصيه لانه تبعده عن المساءله والسجن لانه هو مطلوب للعداله. اثنين انه يريد في غرض في نفسه لا نعلمه، وواضح ان هو اخذ وعدا من الامريكان الا يطالبوه بايقاف الحرب بقرار ملزم من الامم المتحده، وده السبب في سقوط القرار الامريكي ان الكل حتى اوروبا صوتت ضده، حتى روسيا والصين صوتت ضده لان امريكا هنا تنافق بين انها وعدت نتنياهو ان يعني. ولكن عاجلا ام اجلا سيواجه نتنياهو هذا المازق السياسي بالفعل. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا لحضرتك.